نشرة تحذيرية خاصة أفادت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية أنه يرتقب أن تهم أمطار عاصفية محليا قويا غدا الثلاثاء العديد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية أن أمطارا عاصفية ستهم غدا الثلاثاء ما بين الساعة 2 بعد زوال ومنتصف الليل أقاليم سمارة وأسزاق وطاطا وفيقيق وزاقورة وورززات وميدلت وتنغير والرشيدية، مضيفة أن هذه الأمطار العاصفية قد يرافقها محليا سقوط برد وهبوب رياح قوية. وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا الطقس المضطرب سيتواصل حتى يوم الأربعاء بمرتفعات الأطلس والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي والمناطق الوسطى.